مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم في حلقه جديده من ترندز على شاشه القناه الاولى. النهارده هيكون عندنا حلقه خاصه بمناسبه الاحتفالات بذكرى ثوره 30 يونيو، الثوره العظيمه اللي خرج فيها اكتر من ملايين المصريين للشوارع عشان يعبروا عن رفضهم لاختطاف مصر وتغيير هويتها وكمان تدميرها. وعشان كده تعالوا نفتكر مع بعض اهم الفيديوهات وكمان الاحداث اللي تصدرت الترند في الفتره دي واللي هيكون معانا فيها. ملايين المصريين يخرجون إلى الشارع لرفض حكم الإخوان. لحظات الترقب والاحتفال في ميدان التحرير. إرهاب الإخوان ضد الشعب والدولة.